وليتفضل أولا سيادة الدكتور خالد محمود عبد العزيز محمود رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتأدية اليمين القانونية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق. وليتفضل الآن سيادة الأستاذ عبد الصادق محمد الشربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بأداء اليمين القانونية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق.